يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له من بعد وصية يوصي بها أو دين فريضة من الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم فريضة من الله إن الله كان